السلام الناس الكل ومرحبا بكم فوتخ شين يوتيوب انبوكسينغ تي كل عادة معكم ياسين اللوز. ما تنسيوش تعملوا لايك وسبسكرايب قبل ما نبدا. كما وعدناكم اليوم مش نعملوا الفول ريفيو للسامسونج جالكسي ام 20. دونك اول حاجه نعملوها هي الكويك انبوكسينغ. حلو ندخل باكينا بعضنا نلقاو التليفون. هوني فما الشارجور فاست شارجين 15 واط كابل تيب يو اس بي سي ان. ما نلقاوش لي كوتور و ترومبون اللي تحط بيه الدوسي نتاعك. نبداو التليفون نتاعنا نحلوه مع بعضنا. دونك اول حاجه اللي حضوها هو الديزاين اللي هو فينو و اليغون وبالحق شهيك باش تشريه. هوني الفرق بينه وبين السامسونج جالكسي افان في الديزاين هو انه اخشن شويه وما نلقاوش هوني الكونتور والرير منفصلين على بعضهم كيما السامسونج جالكسي افان. كونتور والرير قطعه واحده مصنوعه من البلاستيك، مي اللمعة تظهر اكثر في السامسونج جالكسي افان وهوني اللون مطفي شويه. اما الحاجه الباهيه انه يخلي اقل تراس في الرير من السامسونج جالكسي افان. هوني مش مشكله ما يخليش برشا تراس، مش كيما السامسونج جالكسي افان ياسر يخلي تراس. كيف عن لومبلاسمون تاع لونقران ديجيتال ايديال. بالنسبه للليكران هو 6.3 بوص بي اس تي اف تي ماهوش اموليد، مي عنده ريزوليسيون قويه فول اتش دي بلس 1080x2340 بيكسل افيك 409 بي بي اي. دونك تنجم تتفرج على كونتوني يوتيوب باغ اكزومبل فول اتش دي مي الافان ماكس اتش دي. الليكران هوني متبع التوندونس 2019 بالانفينيتيف دي ديسبلاي واللي هي نوتش صغيره جوست فيها الكاميرا سيلفي وتنجم تنحيها النوتش من البارامتر افيشاج. تمشي لابليكاسيون اون بلان ديكران وتكليكي على الماسكي زون دافيشاج ابري فوتو وهكا تولي ماش عندك نوتش. السوفتوير اللي يجي مع السامسونج جالكسي ام 20 في الباكي هي الاندرويد 8، مي تنجم ديريكت تعملو ميزا جور للاندرويد 9 بايب سيركوش الوان يو اي اللي بصراحه احسن سوفتوير في المارشي خاطرو مزيان ومخدوم بالبي. ما تنساش راه السوفتوير اللي موجود في السامسونج جالكسي اس 10. بالنسبه للكونفيغوراسيون افونسي شويه على 20، البروسيسور اوكتا كور اكزينوس 7904 14 نانومتر اللي موجود في السامسونج جالكسي A30، اوكتا كور 2x1.8 GHz و 6x1.6 GHz و جي بي يو مايليجي 71 MP2. دونك كيما نراو تيست بنش مارك عطى دي ريزولتا خير من السامسونج جالكسي A20. في الام 20 108 992 وفي الA20 94 911. دونك كانك تلوج على البيرفورمانس وتحب ما تفوتش سوم الA20، الحل الوحيد نتاعك هو الام 20 اللي يعطيك البيرفورمانس نتاع الA30 اللي هي ديجا الاداء نتاعو تحفون وماكش باش تلقى مشاكل مع لي زابليكاسيون كيما الفيسبوك انستغرام واليوتيوب والالعاب كيما الفري فاير والاسفلت 9 جاهم به. بالنسبه للستوكاج هو 32 جيجا ستوكاج اكستنسيبل فيا كارت اس دي وعنده سلوت دي دي اللي هي مع تنجم تحط دو سيم وكارت ميموار اون ميم طون والرام 3 جيجا درام. وفما فيرسيون اخرى 64 ستوكاج افيك 4 جيجا درام. زيد عليهم باتري 5000 ملي امبور اللي بصراحه باش تعطيك 2 جور ديتيليزاسيون بالتحديد بريسك 33 ساعه وانت تتكلم والا 13 ساعه على الانترنت بالواي فاي والا 12 ساعه فيديو بالايربلاي مود. معناتها توب في البطري. البطري هي تتشارج فيها يو اس بي سي وتحب لك 2 اور من 0% ل 100%. بدنا نتعدل الكاميرا نلقاو ديال كاميرا برينسيبال 13 ميجا بيكسل افيك اون ابيرتور f1.9 اللي هي بيتا موجوده في السامسونج جالكسي A20 ونفس الكلام اللي باش نقولوا عليها دايناميك رينج معدل وتوزيع الالوان وديتاي سمح. وزيدة على 20 حكايه الاي اي كاميرا معناتها هي تعرف لوبجي اللي قاعد تصور فيه وتقول لي بار اكزومبل راه تصور في البي بورتري دونك تعمل لك ليفي دو فلو والا مثلا تصور في ورده ولا في سماء والا في نبته وتقوم بتعديل الصوره وحدها على ضوء انت شنو قاعد تصور. والكاميرا الثانيه 5 ميجا بيكسل افيك اون ابيرتور f2.0 الترا وايد معناتها عاد سترة بزاويه مفتوحه 120 دقيقة. هي بيدا اللي موجوده في السامسونج جالكسي A20. كيما حكينا في الافان الالترا وايد كاميرا مزيانه في البيرفكت لايت وفي اللو لايت تعطي تصور فيها شويه نويز. بالنسبه للكاميرا سيلفي هي 8 ميجا بيكسل افيك اون ابيرتور f2.0 اتش دي ار تخرج تصور مزيانين والوان مشبعه ودايناميك رينج متحكم فيه. بالنسبه للدولبي اتموس هو ديسپونيبل كاين بالديسيكوتور. وبالنسبه للصون هو خير شويه من سامسونج جالكسي A20 وما يقربش للكاليتي نتاع اودغام. نسمعوا بعضنا. I'm rich, coming from my body rich, smelling like Versace. Rich, dizzy, and Beyonce rich.
البلوتوث سان ديسپونيبل، معناها تنجم تكونيكتي على دو بريفيري بلوتوث اون ميم طون، وكيف كيف الجيروسكوب سانسر ديسپونيبل بالنسبه للي لونيت 3 دي. حتى في المود افيون نحط التليفون في المود افيون لازم لا فوتر تليفون في المود افيون لازم يصلح في وسط الفيديو. التليفون نجم نحلوه بزوز طرق، هي بلومبران ديجيتال اللي هي رابيد و افيكاس، كي يبدا ليكرون محلول كيما هكا ديريكت يتحل التليفون كيما نلاحظو ديريكت رابيد على الاخر، كي يبدا ليكرون مسكر كيما هكا جيست يخوش شوية وقت ازيد من اللي يبدا ليكرون محلول كيما هكا ديك نسكرو. ولا تنجم تحل التليفون بتاعك بالريكونسونس فاسيال من كاميرات سيلفي، بيان سور ماهوش سيكوريزي بارابور لومبران ديجيتال. دونك اللي تميز بيه سامسونج جالكسي ان 20 على بقيه التليفونات اللي في نفس السوق هي البطارية الكبيره بالفاست شارجينغ فيا يو اس بي سي، البيرفورمانس بالسوفتوير الوان يو اي، والكاميرا الالترا وايد، وتسجيل الفيديو فول اتش دي 30 ايماج بار سكوند، الكاليتي نتاعو والالوان مزيانه، ما ننساوش الريزولوسيون المحترمه نتاع ليكرون. ونقاط الضعف نتاع سامسونج جالكسي ان 20 بارابور لي زوتر سمارت فون في نفس البودجي، فون اخرين عندهم بروسيسور اقوى من التليفون هذا، وتسجيل فيديو 4K والا تسجيل فيديو فول اتش دي 60 ايماج بار سكوند، ما فيهش ستابيليزاسيون، الكاليتي نتاع ليكرون تي اف تي ضعيفه بارابور ان يكون عندك كاليتي ديال ليكرون اموليد كيما الافان. وهاكا وصلنا لاخر الفيديو، ما تنساوش اهم حاجه تعملوا جيم تابونيو روحكم على الشين يوتيوب، خاطر كيما قلت لكم باش نعملوا كل يوم فيديو ما تفدوش برك. وكان تحبوا نعملوا كومباريزون فيس تو فيس ما بين سامسونج جالكسي افان وسامسونج جالكسي ام 20 قولوا في لي كومونتير لوطا، وكان تحبوا نعملوا اي حاجه اخرى كيف كيف لي كومونتير. ما تنساوش كيف كيف تابعوني سور فيسبوك وانستغرام. Et à bientôt.